شارك شباب من الأرض المقدسة في يوم روحي للصلاة بحثاً عن الله وتعبيراً عن رغبة حقيقية في لقاء يسوع والتقرب من رفاق الدرب والتحرر من صعوبات الحياة اليومية. وسار المشاركون وعددهم حوالي 100 شاب وشابة في الصحراء برفقة الأب عماد كامل المسؤول عن التنشيط الرعوي والمسيرة الفرنسيسكانية في الأرض المقدسة، يعاونه عدد من الرهبان والراهبات. الشباب فئة كتير مهمة بالنسبة للكنيسة ومجتمعنا المسيحي اللي عايش في الأرض المقدسة فلسطين، فإحنا كمسؤولين عن التنشيط الرعوي للشبيبة والمسيرة الفرنسيسكانية اللي هي بتكون عادة بالصيف، خلال السنة ما بنقطع العلاقة مع هدول الشباب، بنحب أن يكون في تواصل مستمر. وهالفترة المقدسة زمن مقدس، زمن الصوم، استعداد لألام سيدنا يسوع المسيح وموته وقيامته، هدول الشباب كمان لازم نقدم لهم يوم في غذاء روحي. وانطلقت المسيرة عبر طرق طبيعية جذابة بالرغم من وعورتها من وادي القلط باتجاه دير الراعي الصالح في أريحة، وسار الشباب بصمت وهدوء خلال رحلتهم الروحية للاستماع إلى نداء الرب الذي يشملهم برعايته الدائمة. وفي الجزء الثاني من هذا النشاط عاشوا سر التوبة والاعتراف وسجدوا أمام يسوع الحاضر دوما في سر القربان الأقدس. نحن من خلال اللي عشناه مع الشباب بعد اللقاء مشينا في صمت، وركزنا أن يكون المشي في صمت عشان نعطي مجال لله يحكي، مش أنه الشباب يحكوا لكن يسمعوا لله أكثر من أنهم يحكوا معه. ووصل النشاط ذروته في احتفال الشباب بالذبيحة الإلهية في كنيسة الراعي الصالح. هلا بحكي لكل شاب وصبية خصوصا اللي هم عايشين في هالأرض المقدسة انه ما ينسوا ولا مرة انه مش بس الأرض المقدسة لازم تكون، هم كمان لازم يكونوا مقدسين في حياتهم.